طيب دوري السوبر الافريقي والكلام كان عليه كتير قوي الفتره اللي فاتت، والبعض اجتهد وقال المغرب طلبت تنظيم النسخه الاولى من دوري السوبر الافريقي. دي البطوله الثانيه اللي الاهلي هيلعبها السنه الجايه في المسابقات الافريقيه بعد كاس السوبر الافريقي. ما انت عندك السنه الجايه كاس السوبر الافريقي، السوبر ليج او دوري السوبر الافريقي، عندك دوري ابطال افريقيا اللي المفروض الاهلي هيبدا فيه من دور المجموعات في شهر ديسمبر، وعندك كاس العالم للانديه. دي المباريات الدوليه والقاريه اللي هيلعبها الاهلي السنه الجايه. كاس السوبر خلاص حسمناه وقلنا موقف البطوله من حيث المعلومات اللي توفرت لدينا من مسؤولي الكاف. طب دوري السوبر، الناس في الشركه الايطاليه لغايه اللحظه اللي بتكلم معاكم دلوقتي في اطار تفاوضها مع الرعاه بتتكلم على ان البطوله بنظام البلاي اوف، النوك اوت، نظام خروج المغلوب. مفيش فكره اساسا ان البطوله تتلعب بنظام الدوره المجمعه. دي واحد. اتنين، الاتحاد المغربي اصلا لم يطلب استضافه النسخه الاولى من دور السوبر الافريقي. ثلاثة، الرعاه اللي بيتم الاتفاق معاهم على تنظيم او رعايه هذه المسابقه والراعي الرئيسي للمسابقه هيتم تسميه البطوله باسمه. الكلام معاه دلوقتي على ان البطوله بنظام النوك اوت، ذهاب واياب، خروج المغلوب. ففكره البطوله المجمعه لغايه اللحظه اللي بتكلم معاكم فيها النهارده مش مطروحه من الاساس. الحاجه الاخيره، لما كلمت الناس في الشركه الايطاليه والاتحاد الافريقي قالوا لي اساسا في اخر اجتماع وورشه عمل تم مع الثمان انديه اللي هيشاركوا في البطوله تم اختارهم رسميا ان البطوله بنظام الخروج المغلوب. فعشان نعدي نظام البطوله اساسا لازم نرجع للانديه، لازم نبلغ الانديه، لازم ناخد راي الانديه. ما الانديه اللي هتلعب في البطوله ده شريك اساسي في البطوله، فلازم يتاخد رايها، رايها كيف البطوله المجمعه. مش فكره ان الاتحاد يطلب التنظيم فالشركه الايطاليه والكاف والفيفا يوافقوا. في انديه معنيه اتشرحت لهم نظام البطوله في اكتر من ورشه عمل، واخر ورشه عمل اكدوا لهم ان البطوله بنظام الخروج المغلوب، ذهاب واياب. طب البطوله هتبقى نظامها ازاي؟ اربع فرق تصنيف اول، اربع فرق تصنيف ثاني. مين في الوعاء ايه؟ اهلي، ترجي، وداد، صن داونز. مين في الوعاء بي؟ سيمبا، انيمبا، بترو اتلتيكو الانجولي، مازيمبي الكونغولي. هتاخد كوره من الوعاء ايه؟ وليكن الاهلي، وهتاخد كوره من الوعاء بي. يطلع سيمبا، انيمبا، بترو اتلتيكو، مازيمبي الكونغولي على حسب القرعه، وتلعب مباراه. المباراه الاولى خارج مصر، لان الاهلي تصنيف اول فيلعب اول لقاء ليه خارج مصر. وهتبقى غالبا في الفتره من 20 ل 22 اكتوبر، ولقاء العوده بعدها ب 72 ساعه في القاهره. هنفضل ماشيين على القياس ده، خروج المغلوب توصل سيمي فاينل، وليكن مثلا هيوصل سيمي فاينل اهلي صن داونز وده الترجي، نفس السيمي فاينل اللي كان موجود في دوري الابطال، وتلعب بهذا النظام خلال الفتره اللي جايه برضو بنظام النوك اوت، خروج المغلوب، ذهاب وعوده، في الفتره مثلا من 30 اكتوبر ل 4 نوفمبر. بعد ذلك تروح للمباراه النهائيه. قدامكم على الشاشه حتى هو تصنيف الثمان فرق، مين التصنيف اول ومين التصنيف الثاني، لغايه ما توصل للمباراه النهائيه. والكلام على المباراه النهائيه كمان لغايه دلوقتي ذهاب وعوده، يعني البطوله هتتلعب في الفتره من 20 اكتوبر ل 13 نوفمبر. ده اخر الكلام المتعلق بالسوبر ليج. حاليا في استاد القاهره، حاليا في استاد القاهره بيتم اعاده صيانه وتطوير مقصوره الصحافه والاعلام. حاليا في استاد القاهره تم تغيير كل المقاعد والامور الخاصه بمقصوره الصحافه والاعلام عشان تبدا يعني انشائها بشكل هندسي مختلف عن الفتره اللي فاتت، طبقا للاشتراطات اللي كانت طلبتها الشركه الايطاليه من مسؤول استاد القاهره لما زاروا الاستاد قبل حوالي 6 شهور. يبقى بالتالي الملاعب اللي طلب منها تعمل اشتراطات وتغييرات معينه عشان تستضيف مسابقة السوبر ليج بدأت تشتغل. مركب محمد الخامس هيتقفل بعد منتصف 7 عشان أرضية الملعب محتاجة تتغير، مقصورة الإعلام محتاجة تتغير، مداخل استاد مركب محمد الخامس محتاج يتغير. أدي 2، ملعب سيمبا التنزاني هيتقفل لمدة 2 شهر عشان في تطورات كتيرة جدا. يمكن في إحدى الحلقات هعرض لكم المعايير اللي عايزها الشركة الإيطالية من ملعب سيمبا، حوالي 10 ورقات ومتطلبات كتيره جدا هتتغير في ملعب سيمبا، نفس الامر في ملعب مازيمبي، نفس الامر في بيترو اتلتيكو الانجولي. فخلاص الناس اشتغلت على الملاعب اللي هتستضيف البطوله. وكمان وده حاجه اخيره تخص دوري السوبر، كان المفروض القرعه هتتعمل خلال شهر 7، ولكن عدم الاتفاق مع الراعي الرئيسي للبطوله اجل اجراء مراسم القرعه لشهر 9. مراسم قرعة دوري السوبر الافريقي اتأجلت لشهر 9، وبالتالي ده هيكون قبل شهر من ميعاد انطلاق البطولة. كل بقى الأخبار اللي بتتكتب في كل حتة، بطولة مجمعة
المغرب هتطلب التنظيم، مصر فين لازم تطلب التنظيم، حق الاهلي، منافسه الوداد، الترجي داخل. انا بقول لكم الكلام ده لغايه دلوقتي مش مطروح من الاساس، وعشان تتخذ بيه قرارات لازم يتم راي الانديه او اخذ راي الانديه في هذا الامر عشان الانديه توافق. طيب الانديه اللي هتشارك في البطوله هتصرف حاجه؟ مش هتصرف ولا دولار. معقوله؟ ولا دولار. ليه؟ الشركة الإيطالية من خلال الراعي الرئيسي اللي هيبقى موجود في البطولة والمفروض جاري الاتفاق معاه خلال الفترة الحالية قبل شهر 9، هو من سيتحمل كافة تكاليف كل سفريات الفرق المنافسة في هذه البطولة، ولكن هيتم تحديد عدد معين لكل فريق هيسافر في البطولة، زي نظام مثلا لما بتلعب بطولة مجمعة في كأس العالم أو في كأس الأمم، الاتحاد الإفريقي أو الاتحاد الدولي، وليكن حتى كأس العالم للأندية، أنت رايح تلعب كأس عالم الأندية، الاتحاد الدولي بيتحمل مثلا تكاليف ما يقرب من حوالي 35-40 فرد من البعثة الرسمية. هو ده اللي هيحصل في كل رحلة انت هتسافرها، الشركة والمسؤولين هيتحملوا تكاليف سفر البعثة بعدد محدد، يبقى 30-35-40، ده هيتم في ورش العمل اللي جاي. طب القوائم اللي هتلعب بها البطولة، هل متاح ليك تلعب بالقائمة الإفريقية اللي هتأيدها في البطولة الإفريقية عشان تلعب بها في السوبر ليج؟ لسه ما تمش تأكيد هذه الجزئية، يعني ممكن البطولة دي كلها قائمة مختلفة عن قائمة البطولة الإفريقية، وارد. ممكن يقول لك قائمة البطولة الإفريقية 40 لاعب، اختار منهم 26 بس هم اللي هتلعب بهم السوبر ليج، وارد. ممكن يقول لك مش 26، خليهم 23، كل ده وارد. ولكن كل ده هيتم الاتفاق عليه خلال الفترة الجاية في مسألة قوائم الأندية اللي هتشارك في السوبر ليج.